السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رجاء بني ملال، هذا خطأ، الفيران، ضربة جزاء، ضربة جزاء، نعم سيدي الحكم، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء واضحة بعد اسقاط اللاعب نبيل الجعيدي من طرف الحارس المهدي بن عبيد، لكن كان خطأ المدافع الفتحي على ما أظن باش أناس، تتقل تسقط المحاولة، استغلها بدهاء اللاعب نبيل الجعيدي كما نلاحظ، انفرد بالحارس، لكن الحارس الشاب بن عبيد عملية كانت واضحة، كان عليه إسقاط اللاعب نبيل الجعيدي الذي سيتكلف بتنفيذ ضربة جزاء في وقت مناسب، 3 دقائق على مرور المباراة. نبيل الجعيدي وجها لوجه أمام المهدي بن عبيد، ضربة جزاء، وحركت بضعة أنصار من جماهير فريق رجاء بني ملال، أولى أهداف اللقاء، أولى أهداف المباراة، والموقع نبيل الجعيدي هدف في تايمينغ مناسب، 3 دقائق لتتحرك المباراة، نحن في أمس الحاجة إلى سبيكتاكل، إلى المتعة، إلى الفرجة، هدف جميل عبر ضربة جزاء، اللاعب نبيل الجعيدي نفذ ضربة جزاء كما نعاين من خلال الإعادة، الكرة في كنت و المهدي بن عبيد في زاوية أخرى. شكرا لزميلي. أجواء المطرة بإذن الله في جولي ربوعي المملكة العزيزة، أجواء الخير، أجواء الأمطار. هذه محاولة الفات، هدف التعادل، هدف التعادل، يوسف بن العماري استغل عدم تركيز مدافعي فريق رجاء بني ملال، ولكن كان هدف جاء ماشي نقول على غفلة، ولكن كان هناك تمرير لاحظ، خرج واستقبل الكرة وسددها نحو الشباك اللاعب يوسف، مستغلا عدم تركيز مدافعي فريق رجاء بني ملال. كان تمويه سلفا من اللاعب، احد لاعبي فريق الفتح، هذه داخله في نطاق كره القدم، على اين فريق الفتح الان تعادل، عاد في المباراه، المباراه من نقطه الصفر عند الدقيقه 33، سنشاهد مشهد المهدي الوصلي، بن جلول سيمرر في العمق، تمريره هل تشكل خطر، تتعقل في تنفيذ العمليات، بن جلول، نقطة الضوء إلى حدود دقيقة 60، أنا قلت على أنه الأداء كان متتاقل صراحة، ولكن شوف الأهداف ملح كرة القدم، الأهداف هي التي تحرك الجماهير، الأهداف هي التي تعطيك المتعة، الأهداف هي من تحرك اللاعبين، من تخلق المتعة لدى الجماهير، لدى المشاهد، ولدى حتى المعلق. شاهد كان تتاقل صراحة، ولكن بدهاء وبذكاء يمرر نحو المخضرم، المخضرم عبد السلام بن جلون لا زال في قمة عطائه، في قمة لياقته البدنية، في قمة إمكاناته الكروية، ويسجل الهدف الثاني لفريق أمامكم بن جلون، رغم كبر سنه لكن لا زال العطاء لهذا اللاعب. نعم شوف اللاعب إلى حفظ على رأسه، حفظ على اللياقة البدنية، وصل التدريب، مروان، هذه محاولة، من يوقع، من يوقع، المخضرم المهدي الباسل صعد لمؤازرة فريقه، ولكن التمريرة بالراس كانت من لاعب جون جوزيف كامبوس اللي حط الكرة أمام
دفاع متراهن متراخ لرجاء بني ملال، ولكن المهدي البسل هذه تجربة. أنا قلت اللاعبين اللي سجلوا الآن عندهم تجربة، اختمروا اكتسبوا تجربة، رغم الكبار في السن، لاعبين مخضرمين مجربين تعاونوا الفرع.